هؤلاء أربعة يعني الطالب على الأقل يجلس ساعة مع اللجنة مع اللجنة. تلك الأيام، أي نعم، اللي اختبرنا فيها. فلما كان قال كلمة واحدة دائما نقول للطلاب: أنك تمسك الفائدة ولو سمعت مرة أولى، ولا تماطل نفسك بأن قيدها. الشيخ الهلالي مرة كلفني قال: اذهب وانظر في المكتبة كتاب معجم المتوهات العربية لإليان سركيس. نعم. وهذا الكتاب الحقيقة هو كتب ذكر فيها كل مطبوعات في الهند، في تركيا، في مصر قبل 100 سنة، 150 سنة، أنه طبع في التاريخ الفلاني وكذا، مؤلف فلان فلان. فقال الشيخ: هذا الكتاب أنا قرأته في الهند، مطبوع في بعض متابع الهند، جيب لي معلومات، لأن أول ما طبع في الهند بالخط الحجري. فرحت ووجدت ونقلت للشيخ. هذه واقعة واحدة، حادثة واحدة. الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان سأل مشايخ هؤلاء، جلسنا على كل حال مشايخ كبار معنا، نعم، فقال سأل الجميع، ما قعد أحد أجاب. فقال: أنا أسألك سؤال ما رد على ما أجاب عليه أحد، تجيب؟ قلت: إن شاء الله إذا فتح الله. فقال لما قال: إذا أردت أن أبحث عن كتاب مطبوع قبل 150 سنة 200 سنة إلى أي مرجع نرجع؟ نعم. قلت: معجم مطبوعات إليان سركيس. ها يقول كذا، كذا يقول. والشيخ مصطفى لازم أهل الهند علماء، ما شاء الله ما شاء الله. والشيخ أمين المصري سأل سؤال سبحان الله أعجب به أيضا، وهذا بفضل الله، ثم بفضل جلوس مع الشيخ حماد الأنصاري. قال: ماذا تعرف عن الحاكم؟ نعم. قلت: أي الحاكمين؟ نعم، أي الحاكمين؟ نعم. فالشيخ أمين مصري قال لي في مكة لما رجعت، وكان دائما قال: لا تنقطع عني، كنت أزوره في بيتي وكذا، لكن الوقت. فقال: أنت كنت أكثرهم درجة، الحمد لله. ما شاء الله، ما شاء الله. فهذه كلها نقول بفضل الله، ليس مني شيء، لكنه بدعوة الأساتذة ودعوة الوالدين إن شاء الله لهم أيسر. وهكذا قدر الله، سبحان الله سبحان الله. وأنا كنت عازم على أني إذا تخرجت من المدينة الناس يروحون إلى أفريقيا وكذا. الوالد يقول: تعال عندك مزرعة، الحمد لله عندنا موسع في هذا. قال: تعال خلي هنا. ومثل فلان كان واحد حقيقة الخان ما يريدون يدرسوا في المدارس لأن راتب ضعيف، وكذلك فوقهم أحد. فقال الوالد: تعال ولكن في الليل تخرج للدعوة مثل فلان اللي تخرج من الجامعة الرحمانية، شيخ ألتاف الرحمن من قبيلتنا. يعني ما تكون تحت أحد. أحد. أي نعم. لكن هم يتكفلون. أنت أصلح المنطقة. هكذا. هذه فكرة الوالد. ما شاء الله. وكنت والله مهيئ نفسي لهذا، لكن قدر الله لما جاء المشايخ هؤلاء مقابلة شخصية جلست، فدخلت في الماجستير. لما دخلت في الماجستير قال: طيب كمل. الوالد فهمت له هذه درجة شهادة عالية كذا. قال: كمل لا بأس فيها إن شاء الله، لكن ترى أنك تأتي هنا. نعم. وقدر الله لما فرغت من الدكتوراه تلك من الماجستير تلك السنة فتح الدكتوراه ودخلت للدكتوراه وهو ينتظر. ثم لما دخلت الدكتوراه والله سبحان الله كيف فتح الله علي، وأنا مقصر يا رب في الشكر لله، بأنه لما تخرجت في الدكتوراه دخلت في الدكتوراه 1398، وأخذت تحقيق فضائل الصحابة للإمام أحمد. نعم. طلبوني من المعهد، ما وأنا في الحقيقة تزوجت وجاءتني بنتان ما شاء الله ثالثة بالتاريخ، فكنت أشتغل تشغيل الطلبة في الجامعة 10 ريال ساعات. فأنا ما اخترت جاء من هنا هناك، قد يكون أشياخ لما يتعلق بمطعم توزيع أوراق وكذا، ما أدري. قلت: لا هذا ما أريده. لما تكلمت مع مدير مكتبة جامعة الملك، مكتبة كلية الشريعة فيها مخطوطات وكذا، قلت: إذا كان جاء العمل فرغ شغر
فأنا أريد أعمل فيها. ها تعمل في المكتبة. مكتبة. أما مع هذه الأعمال الأعمال بالفعل.